أوديسا، المدينة الصعبة أو العنيدة التي تواجه الآلة العسكرية الروسية، تستعد اليوم لاجتياح قريب أو مرتقب كما فعلت قبل 80 عاماً. في الحرب العالمية الثانية عام 1941، كانت أوديسا السوفيتية تستعد للدفاع عن نفسها ضد قوات الرايخ الثالث. اليوم كما الأمس، سكان المدينة الساحلية يستعدون بلا خوف لمواجهة السفن الروسية. الاستعدادات تشبه تلك التي كانت في القرن الماضي، حفر الشواطئ وملء الأكياس بالرمال. سكانها يؤمنون كما قال عمدتها جينادي تروخانوف بأن روسيا فوتت فرصتها للتحرك نحو المدينة كما كانت تخطط في الأيام القليلة الأولى للحرب. ففي يوليو من عام 1941 بدأ الهجوم على أوديسا. حوصرت على مدى 73 يوماً وتعرضت لأربعة اعتداءات على أيدي القوات الرومانية والألمانية، لكنها لم تسقط وبقيت حتى القرن الحادي والعشرين أكبر المدن الأوكرانية وأكثرها شعبية بين الروس. واليوم تتعرض أوديسا لقصف عنيف ومتواصل جواً وبحراً، وسكانها الشجعان يتمسكون بأسوار المدينة كي لا تسقط. فهل تنجو؟ مكرم حناوي، العربية.